سيد سيف، لو تشرح لنا يعني صورة الأوضاع الميدانية في ظل القصف بالمواد الكيماوية الذي تم الحديث عنه. نعم، السلام عليكم. بداية، مدينة كفر زيتا من المدن التي عانت منذ فترة طويلة من القصف بالبراميل المتفجرة والبراميل والصواريخ العنقودية من مطار حماة العسكري. ليلة البارحة، مساء البارحة، قامت قوات النظام بقصف بحاوية بإلقاء حاوية ضخمة على هذه المدينة. انتشر منها بخار أصفر، بعدها تتالت حالات اختناق على المشافي الميدانية التي قدرت بأكثر من 100 حالة، أغلبهم من النساء والأطفال. وكان التشخيص الأرجح لهذه الحالات هو التسمم بالغازات السامة، والمرجح أن يكون هذا الغاز هو غاز الكلور، واعتمادا على رائحته. وتم إجراء التدابير تقريبا لمعظم الحالات. هناك حالات ربما تطورت إلى وزمة، رئة غير قلبية، المنشأ، وتم تحويلها إلى بعض المشافي المختصة لأنها بحاجة إلى الدعم التنفسي. النظام يقصف مدينة كفر زيتا منذ أكثر من 5 شهور بجميع القنابل والبراميل والغارات الطيران المروحية. هناك أيضا قصف بالقنابل المحرمة دوليا، منها القنابل العنقودية والقنابل الانشطارية. هذه الحادثة اليوم أو البارحة يعني بالغازات السامة تعني للنظام استمات على الطريق الواصل في بين مورك وخان شيخون من جهة، وأيضا شدة المعارك التي حصلت على جبهة مورك هي كانت سبب للتخلص من الذين الثوار الذين يحاولون التصدي لهذه سيد قوات سيف، النظام بالنسبة التي لي توقف الطريق على نعم مورك. بالنسبة للقصف بتلك المواد التي قلت أنها ربما تكون من غاز الكلور، هل هذه أو هذه تلك المرة الأولى التي تم استخدام فيها مثل هذه المواد أم أنه تم استخدامها مسبقا؟ نعم، سألنا الأطباء في المشافي الميدانية، قالوا لنا أن الحالة هذه شبيهة جدا بحالة فيما يحدث في الغوطة الشرقية، نفس الحالة، نفس المشاهدات، نساء أطفال بنفس الصورة تماما، أي أنه تم استخدام في مناطق أخرى، وبالتالي النظام يكرر استخدام هذه الغازات والمواد الكيماوية السامة. طيب، يعني انقل لنا الآن صورة الأوضاع يعني على كافة المناطق في حماة وفي ريفها، كيف هو الوضع الميداني؟ كيف يعني هل هناك قصف مكثف على بعض المناطق في حماة وفي العديد من يعني نقاطها؟ نعم، بالنسبة هناك أريد أن أنوه على أمر أن المشافي الميدانية بحاجة ماسة إلى بعض غازات الدعم التنفسي. هناك خرجت نداءات استغاثة بالنسبة لحالات الإصابة الكثيرة جراء استخدام الغازات السامة، وبالتالي المشافي الميدانية تعلن الاستنفار والنداءات استغاثة. أما عن باقي الجبهات في مدينة في ريف حماة، هناك جرت اشتباكات عنيفة على بلدة جلمة وحيالين من محاولة النظام استعادة السيطرة على الطريق الدولي الواصل بين صقلبية ومحردة. ربما تقدم في ذلك، لكن ما زالت اشتباكات جارية. بالإضافة إلى جبهة مورك، قام النظام منذ صباح اليوم بإلقاء البراميل المتفجرة على مدينة نعم مورك وقرية الصياد الواقعة شمال كفر زيتا، محاولة منه لاستعادة الطريق الدولي وفتح الاستراد إلى خان شيخون. بالإضافة إلى عملية استشهادية شكرا لك. قام بها جبهة النصرة في غور العاصمة. شكرا لك من حماة مراسل شبكة شام سيف الحموي. تدور معارك على مسافة قريبة من